تريبل عوني استاذ بكليه الصيدله بالمونستير مختص في علم الفيروسات عضو اللجنه. نحكيو ربما اخر المستجدات وتطورات الوضع الصحي في تونس في مجابهه جائحه كورونا. كسيادتك عضو اللجنه العلميه ربما كيفاش ترى المتجهين؟ ولينا نحكيو على سياسه مناعه القطيع، ولينا نحكيو على تلقيح يعني بنسبة أكبر من المجتمع. هو الوضع ما عادش غايب على كل واحد، نعرف الوضع كيفاش قاعد يتطور يوميا، ونعرف شنو اللي واقع في بعض المناطق. هذا نتيجة لأولا خاصة بالفيروس اللي هو قاعد ينتشر ويلقى مجال باش ينتشر في متواصل التأثير متاعو على المحيط. ونعرف كذلك اللي المواطن كذلك شارك في انتشار الفيروس بعدم احترام اللي ميزور باريير اللي هما سامبل الناس كل تعرفهم، وكذلك بعض التجمعات اللي زادت من انتشار الفيروس، وقعت في بعض المناطق أو بها انتشرت في عديد الفويي وخلق الكلوستير والتطور. والفيروس من طبعه هو يتغير ويتطور جينيا كلما أتيحت لي هذه الفرص باش ينتقل وانتشر ما بين الأفراد. ونتيجة لهذا الانتشار مشتقع وجود بعض السلالات اللي عندها تفلت من الضغط اللي يمكن ينتج منها من خلال التلقيح، ويصبح يطور الوباء أكثر حدة من اللي نعرفوه، وينفلت من المناعة اللي يكتسبها الإنسان عندما يكون محصن بجرعات اللي هي معدة ضد عينات معينة. فهذا الإشكال اللي ربما خافوا منه في المستقبل لو لم يقع الحد من انتشار هذه الفيروسات، لم يقع محاصرة الفويي اللي موجود فيهم الفيروسات، وما يقعش دعم ومضاعفة الجهد للتلقيح، ربما ستنتشر سلالات أخرى أما وافدة ولا من الداخل، وسلالات هذه ما عادش تكون عندها، تصبح مضادة مع معناتها ريزيستانت على التلقيح، ويكون الوضع أكثر وقع على المجتمع. وبالتالي احنا نوصوا باش اولا المواطن يحترم اللي وزير باريان الجديد، ثانيا ان نعجل ونسرع في التلقيح، والمواطن كذلك يلزم ينخرط في عمل التسجيل باش يقع، وان شاء الله منا اذا كان احترموا القواعد الوقائيه احترموا هالقواعد المعتمدة في أما على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجموعات والبروتوكول الخاص بكل قطاع، احترموهم ونضعفوا من الجهد في التلقيح، ممكن نوصلوا منا لأواخر الصيف سيطروا على الوضع مع اكتساب مناعة طبيعية واكتساب مناعة نتيجة التلقيح، تقع على الأقل الحد منها باش ما ندخلوش في الفترة وموجة أخرى اللي هي أخطر على وضعنا الاقتصادي والاجتماعي. سيادتك تحكي مناعة طبيعية، يعني تكون هي متأتية من الإصابات تعطي مناعة طبيعية، هل هذا ضمن استراتيجية ولا جاء صدفة؟ لا، هي بالطبع جات إثر الإصابات المتكررة والحالات اللي الفيروس خلى وقع وخلى أثر عندهم وتعافوا من المرض، وبالتالي نتيجة الإصابة بك ثم بالطبع مناعة طبيعية اللي هي مش سانت وتعاضد المناعة اللي نعطوها من خلال التلقيح، كلها
مع بعضها تم نتيجة ربما دعم المناعة الجماعية اللي هي قاعدة تتطور في شيء مش استغل وجودك. ثم شكون يلقح ويصاب ثم يعاد يصاب، هل صحيح هذا؟ تم حالات اللي أما ربما فترة التلقيح متاعه هو في حالة احتضان للفيروس وبالتالي يمر، خاطر التلقيح ما عطاش الأجسام المضادة باش يقع الحد من تضاعف الفيروس في الجسم، ولا كذلك ينجم يكون الفيروس موجود وما تماش كمية كافية من الأجسام المضادة اللي ينتجها الإنسان نتيجة التلقيح، تبقى دون الكمية الموجودة للفيروسات اللي تلقاها يبقى يمكن أن يضعف. والحالة الأخرى هي يكون فاريون جديد اللي هو ما عندوش علاقة بالتلقيح والمنتجات اللي اعتمدت في التلقيح هذه حاليا ما هيش موجودة الحالة هذه، معناتها إلى حد الآن الفاريون السلالات الموجودة كلها ما هيش مقاومة للتلقيح المعتمدة حاليا. سؤال أخير، شو رأيك أنه أعطت وزارة الصحة الصيدليات أنها هي تعمل التحليل، ثم مواطن نجم يشري تحليل من الصيدلية يعمل هو تحليل ضد كورونا ونجم سواء يكون سلبي ولا إيجابي ويمشي على روحه؟ هذه تحاليل مساندة للعمل، خاطر ماذا بينا نعرفوا بطريقة أفقية الوضع الصحي ونعرفوا البورتيرسان ونعرفوا باش يكون عندنا فكرة عن المشهد، والصيادلة اللي عطوهم هذي هم أبيليتي باش يكونوا الشيء هذي، معناتها عندهم تكوين خاص وعندهم ثم اتفاقية مع وزارة الصحة ماهيش لكل مخبر اللي عنده المعلومات، ثم كذلك معناتها اتفاق حتى يقع لا تراسابيليتي نتاع اولا لي زونتيجين اللي تعملوا والبيرسون اللي هما زاد حدود هذوما يقع تراسابيليتي نتاعهم ومتابعتهم على مستوى البلاتفورم باش تكون ثم شبكه ما بين الخواص اللي يعتمدوا التلقيح هذه ووزاره الصحه باش تتابع المجموعه دي وتكون عندنا نتيجه وطنيه تخلينا باش نحلوا الوضع الوطني بصفه عامه بتعاضد الطرفين الخاص والعام. الف شكر لك.